اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اللازانيا بنتسال كتير بتتعامل مع البولونيز صوص. البولونيز صوص اللي هو اللحمه المفرومه مخلوطه بالطماطم والزعتر والفليفر، ولكن انا عايز اعملها النهارده بالسبانخ. الاطفال الحلوين عايزين نغذيهم. السبانخ قيمة غذائية عالية جدا، غنية بالحديد، غنية بالكالسيوم، بتعالج الأنيميا، قيمتها الغذائية ومن الخضروات المفيدة لجهاز القولون. المشكلة لما نعملها مع اللازانيا وطعم لأولادنا عشان يحبوها، وهم كده كده بيحبوا الباستا اللي زي اللازانيا. هعملها النهاردة مع الكريمة والبشاميل اللي هتعجب حضراتكم. ممكن نشارك الجبنة اللي احنا حبيناها. معانا فراخ مشوية النهاردة على طريقة الخاصة. كلنا احنا شطار في عمايل الفراخ مشوية، ولكن النهاردة هشوي الفراخ بطريقة خاصة وممتازة هتعجب كل حضراتكم. ولكن للمبتدئين في المطبخ، نشوي الفراخ ما يكونش فيها كتل دموية ازاي وتكون مستوية ازاي؟ الكلام ده هنشوفه في التفاصيل مع فراخ مشوية. ولكن النهارده شوربه بتاعتنا شوربه البطاطس كمان لها موقف معانا، غنيه بالكربوهيدرات والنشويات. والبطاطس من الحاجات اللي بتاسس مستوى الجسم واساسيات الجسم في المراحل الاولى من العمر وخاصه للاطفال. فخلونا نعملها النهارده شوربه بالكريمه هتعجب حضراتكم كمان، وقيمتها الغذائيه عاليه جدا، هيبقى فيها بروتين حيواني وكمان نشويات وكربوهيدرات من السمنه او الكريمه اللباني اللي بتشارك في البطاطا. مش عايز أطول على حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتير في الحلقة وعندي شغل كتير بالأمانة، لأن كل الحلقة بتاعت النهاردة الماتيريال بتاعها متواجد في أي بيت، ولكن الخبرة الطهوية والبساطة والسهولة عندنا بنشوفها على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أستاذن حضراتكم نطلع فاصل صغير أو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا مع بعض، لو انت عندك الماتيريال ده وعندك المنيو ده وعندك الاكل ده هتعمليه النهارده، واقفه في المطبخ هتبداي بايه؟ والمخرج دايما بيسالني بيقول لي هتبدا بايه يا عم الشيف عشان نشوف المقادير مع بعض. عندنا فراخ هنشويها، ومعانا لازانيا هنعملها بالسبانخ، ومعانا شوربه بطاطس. ايهما ياخد وقت مننا في التسويه ويحتاج لنروع عليه؟ الفراخ. الفراخ هنبدا نشويها مع بعض ونقطعها ونشوف هنعملها بطريقه جديده ازاي بالاعشاب والليمون. المقادير على الشاشه. فراخ، فرخه سليمه، تعمدت اجيبها سليمه، ما كنتش عايز اجيب صدور فراخ، فانا حبيت اجيب الفرخه علشان احنا دايما بنشوي الفراخ السليم. ومعانا من الزبده مكعبين والبقدونس والشبت وبصل وطماطم وملح وفلفل وتوم، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه بابريكا. المقادير على الشاشه في متناول الجميع، ولكن تعالوا نشوف هنشويها مع بعض ازاي. اول حاجه بمسك الفرخه دي اقطعها كده واروع عليها، وده مهم جدا. وما انصحكيش تشتري فرخه من عند الراجل الفرارجي او محل الفراخ او من المجزر اللي بتشتري منه ايا كان وتقولوا له قطعها لي. انت روحي البيت كده، مره تقطعها حلو ومره مش هتقطعها حلو، اتعلمي فيها، ولكن انصحك انك تقطعيها. علل ولماذا؟ الفراخ من الحاجات اللطيفة اللي الواحد يستمتع ان هو بيقطع فيها ويعملها بالطريقة اللي هو عايزها، ولكن اللي يهمني في الموضوع ان الإصابات اللي بتحصل جوه المجزر ما بين الموظفين، والله الكلام التفاصيل اللي بقولها ديت انت لازم تعرفيها. وارد انه ممكن صباعه يتعور، يتجرح، يتعمل، فخليكي في الامان. لما تغسلي انت فرختك وتقطعيها وتعمليها تبقى عارفه المصدر بتاعها والنظافه بتاعتها والشياكه. هنا الفرخه تتغسل وهي سليمه، اتقطعت ما تتغسلش. الفرخه دي مغسوله وزي الفل، زي الفل اهيت. فرخه دلوقتي لازم ان احنا نحترمها ونقدرها ونهتم بيها. فرخه غسلناها بملح بدقيق، المهم انك انت شلت الزفاره منها. ممكن تنقعيها زي ما هي كده في محلول حمضي من الملح والخل والليمون، عصير برتقال، والفرخه معاكي شمعه فله منوره. هنقطعها، حلو الكلام، مع بعض. سكينه حاميه. اول حاجه بفكر ان انا اشيلها منها السلسله اللي في النص، انا مش عايزها. السلسله دي بتعمل لي مشاكل حتى لو بشوي الفراخ، سواء بخليها سواء ان انا بعملها كريسبي ايا كان، بتعمل لي مشاكل فيها يا عم الشيف، بتاخد وقت كتير في السوى. السلسله دي ما ينفعش ان انا ارميها، انا بخليها على جنب. والله عندي شوربه زي دي بحطها كده، اعمل شوربه بطاطس استفيد بالشوربه بتاعتها. شفت الطعم جه منين؟ السلسله
ملوخيه. حاضر اهو. ماشي، حلو الكلام. طيب دي سبانخ طازه جميله. السلسله بتاعت الفرخه انا حطيتها هنا عشان استفيد بالشوربه او المرق. انا دايما بصنع الشوربه والفليفر من اصابع ايد العشره، طريقه امي. امهاتنا كلهم ما كانوش يعرفوا مكسبات الطعم، من ايديها يطلع الطعم، من نفسها يطلع الطعم. ادي الظهريه بتاعه الفرخه والسلسله او ظهرها، بحط معاها فص توم حلو، واحضر شويه شوربه حلوين كده. الشوربه دي ممكن اعمل بيها البشاميل، ممكن اعمل بيها شوربه البطاطس اللي انا هشتغل بيها دلوقتي. ده عود كرفس حلو، اللهم صل على النبي. طرنشين من الليمون او شريحتين من الليمون، شويه بصل حلوين وانا واقف كده اهو، جزر ماشي، حبهان، ورق لورو. بقى عندك شويه شوربه تستخدموهم في حاجات كتيره قوي، وانا واقف كده بسلم. هناخد الفرخه بعد كده. عدد افراد الاسره كام؟ 5 6 7 8. تقدر تخلي الفرخه دي تكفيهم. معاك شيف شاطر بيحب يوفر، مش هنقول تبذير، توفير. نقطع الفرخه دي على 8. سيبنا شغال كده. ادي الدبوس ده مناب، وامسك كده الجلد ده اطلعه احطه هنا مع السلسله يتسلي. اهو شفت انا شغال ازاي، واحط دي هنا الحته الحلوه دي كده. الصدر هنا اهو باخده كده بالسكينه، اتقطع نصين حلو قوي. ونفس القصه في النص التاني ده كده. بقى عندي 4 قطع حلوين. القطعه مناب على طول وانت مغمضه عينك كده، مع شويه شوربه بطاطس، مع قطعه من اللازانيا اللي هعملها دلوقتي، وزي الفل. وعلى جنب حله اللي بيطلع من الفرخه بحطه فيها. شفت المطبخ، البساطه والسلق. وادي الدبوس التاني اللي انا بحبه، وكمان الصدر ده كده باخده على 2. شفت الفرخه تكفي كام؟ والله تكفي 8. خلي بالك الجسم متطلباته بسيطه، سبحان الله. يعني احنا مش محتاجين البروتين اكتر من كده. لو وزنتها دي تقريبا تعمل لها مثلا 100 جرام زي ما هي كده. دي القطعه دي حلوه، او الصدر ده، نص الصدر ده لطيف جميل جدا اهو، زي الفل اهو. والله العظيم عشان بس نفهم الموضوع، ان انا اقعد على فرخه بقى اقعد اقصقصها وافصصها، الجو ده تبذير، انا بسميه تبذير. الجسم متطلباته بسيطه، اهي قطعه من دي اتعشت وزي الفل، مع شويه شوربه بطاطس مع قطعه من اللازانيا. تعالوا نتبل الفراخ دي ونتخلص من السكينه والجلافز وكل حاجه كده، عشان نبقوا شغالين على ايه، على نور ونظافه اهو. خليكي زي كده، حلو الكلام. طيب نتبل الفرخه دي بيه يا عم الشيف. شوف المدرسه بقى بتقول ايه، عايز الطعم شرقي ولا غربي؟ شفت ازاي بقى، هو ده، عايز الطعم شرقي ولا غربي؟ عايز تروحي مطعم شرقي ولا مطعم غربي؟ بجد يا شيف، عايزاها شرقي، كمون، كزبره، بابريكا، حبهان، الجو بتاعنا والبهارات العربيه اللطيفه دي. طعم غربي يبقى صويا صوص وزيت السمسم، وخلص الكلام مع عصره ليمون وفص توم. شفت الكلام؟ دخلت بقى، دخلت المطعم الايه، الصيني، الياباني، الماليزي، الاندونيسي، وهكذا. المطبخ الهندي وده مميز شويه، تبقى تشتغل على الكاري وتشتغل على الكمون والكزبره وعصير الليمون والجنزبيل. انا بديكي مدارس يعني، يعني وانت واقفه كده الفرخه دي اقدري تاكليها من اي مطعم انت حباه. انا والله عايز اعملها النهارده من المطبخ الشرقي. الشرقي ده بيجمع ما بين المطبخ العربي والمطبخ المصري. توابلها كالاتي: ملح ده اساس، شويه كمون، بصلايه مفرومه، شفت الحلاوه دي كده زي الفل، بهارات بتاعتنا، كمون، كزبره، بابريكا معانا زي الفل. واحنا واقفين كده ادي الكمون والبابريكا، الكركم مفيد جدا، كزبره ناشفه. شفت الفرخه خدت لون ازاي؟ حلو قوي. كل دول مع بعض، والفلفل الاسود، وخلص الكلام. طبعا الفلفل الاسود هنا اساسي في التتبيله، سواء بتعمليها من المطبخ الشرقي او الغربي. وللامانه هنا شويه ايه، قرنفل. الله، القرنفل ده يا باشا بيديك شماخه وشخصيه، وبيظهر طعم التوابل. حلو، معلقه خل صغيره، حلو، عصره ليمون. ونمسك الفراخ دي يا عم الشيف، نقلبها كويس تقليبه حلو. ده زيت زيتون، حلو، مع عصره الليمون
وطماطميه مبشوره. كل ده عندك في المطبخ، انت مش هتجيب حاجه من بره. طماطميه مبشوره اهيت، بس خلصت كده. الفراخ هنا خدت الطعم الشرقي وانا واقف مكاني زي الفل، وامسكها كده بالليمون ده كده واقلبها كويس. حطها في التلاجة ساعة زمن، اعملها قبل ما تروح الشغل، اعملها من بالليل، وسيبها في التوابل الحلوة دي يا ست الكل يا شربطة، واطلعي حطها بقى اشويها في طاسة، في جريلا، على جريلا، في حل عندك، في صينية بتاعت اللازانيا، صينية بتاعت البسبوسة، صينية الكنافة، سلايز الليمون اهوت. الله الله، تتاكل وهي كده زي ما هي نية. الفرخة اهيت، وامسك كده الايه الصدر، ادخل فيه التتبيلة دي كده، والفخده ده كده. الله، اهو شفت ازاي تاكل شويه فراخ لها طعم. بس خلاص تمام زي الفل. هشويها ازاي بقى؟ انا في طريقتين للشوي، يا اما في الطاسه اللي عندك، حلو الكلام، يا اما تعملي زينا كده ونحب ان احنا نبين، بنجيب جريلا من مصروف البيت، وفري شهر تشتري حاجة، الشهر اللي بعديه تشتري حاجة، وهكذا. وهتجيب جريلا حلوة، ممكن يكون سعرها غالي شوية في السوق، بس على فكرة مطلوبة عندك. دي فايدتها انك انت ممكن تقدمي شوق لأولادك لأسرتك بالحاجة ديت، ودي مهمة جدا على فكرة. بناخدها زي ما هي كده ونحطها على البوتاجاز بتاعنا، وانا مولع النار ومجهزها اهي، وحاططها في الفرن عشان تبقى سخنه. دي معانا اهيت، دي زهر. ايه الحديد اللي يصنع منه الجريلا؟ حديد الزهر. ولماذا الزهر؟ لانه بيحتفظ بدرجه الحراره فتره طويله، يعني اذا سخنت معاكي ممكن تسوي لك الفرخ. واحنا واقفين مع بعض هناخد الفراخ دي نحطها على الجريلا وننساها بقى، وبعد ما تستوي ممكن نقدمها بقى زي ما احنا حابين. اللهم صل على النبي. ادي الفراخ معانا مع شويه زيت صغيرين كده في الجريلا. شفت الحلاوه دي كده؟ الشيف المغازي بيحب يجود، يجود في الحاجه، بيجود في الشغل. خلي بالك. معانا روزماري. شفت انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ خليكي زي كده. عشان الجريلا دي شاويين فيها سمك قبل كده، الجريلا دي شاويين فيها لحمه قبل كده، الجريلا دي شاويين فيها كفته قبل كده. بعطر الجريلا، بفصل الطعم. هي دي المدرسه. حلو الكلام. برضو قرنين فلفل حلوين، مخرجنا بيحب الالوان في الطاسه. شفت الجو ده؟ طبعا انت ما عندكيش مخرج في البيت، عندك جوزك ربنا يخليه لك، يحب الحاجات الحلوه دي كده. ننزل بالفراخ دي كده. شفت؟ ما عنديش حاجه انا، هو شويه حب بس. حب انك تقف في المطبخ تعملي حاجه حلوه لاولادك. مفاتيح السعاده الزوجيه جوه جيبك اللي هو المطبخ. مع ان المطبخ دلوقتي بطلوا يعملوا له مفتاح او باب من اصل يعني. حلو. ايه الحلاوه دي؟ من وقت للتاني بشربها. اشربها من ايه يا عم الشيف؟ من التتبيله دي، بس مش دلوقتي، لما تاخد البصمه بتاعه الشوي. والله الفرخه في قلب الطاسه، تقول هي فخدة ضاني، ديك رومي، ربنا مبارك فيها، سبحان الله. العيلة والقرايب ياكلوا منها. وابدا اشوي الفرخة دي يا عم الشيف. عملت عليها حفلة. الله الله على الحلاوة. هو ده. سيبوني بقى اعيش مع الفرخه بتاعتي دي كده، فرحان بيها، بخرت لي البيت. وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل. اللهم صل، اللهم عايز امشي من جنبك يا حلوه يا بيضه يا عسوله. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع نشوف اللازانيا بالسبانخ مع البشاميل مع الجبنه لاطفالنا الحلوين اللي بيروحوا المدارس، يرجعوا يلاقوا ماميته عامله لهم اكل حلو. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا الجميل بيحب يستعرض اللمسات الفنية اللي هي بتكمل الرؤية والإبداع والفن. أنا آخر واحد ممكن أبذل مجهود في هذا البرنامج. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ معايا شوية زبدة مع عصرة ليمون، عايز الفراخ دي تلمع رأي مخرجنا. أفيرها يعني إيه؟ نشوف الحاجات الحلوة دي كده. عاجبك أنت الجو ده؟ شفت الحلاوة دي كده؟ شفت الفراخ جاهزة، هندخلها الفرن تكمل سواها في الفرن. عشان ايه؟ نشوف اللي بعده. درجة حرارة الفرن عندي 180، بناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف وندخلها الفرن. حلو الكلام؟ عيني الله. يلا بينا بألوانها بأشكالها بتفاصيلها في درجة الحرارة 180. اللهم صل على النبي. مع السلامة يا بيضة. الله. والصورة من داخل الفرن كما تقول الصحافة تعني مليون كلمة مش ألف كلمة. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل اللازانيا. نعمل لازانيا النهاردة بطريقة بسيطة. خلي بالكم أنا معايا شوية شوربة حلوين. الشوربة دي فاكرينها ولا فكركم وأنا بوضب الفرخة وبروق عليها؟ اللي كان يطلع منها بحطها في ميه مغليه مع بصل مع كرفس مع ثوم مع بهارات، بعد شويه شوربه، كله من صنع ايديك يا امي. ربنا يخلي لنا ايديك ويبارك لنا فيك يا امي. ومعانا بشاميل. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ بتقول لو انا بعمل لازانيا، بعمل باستا، بعمل مكرونه بالبشاميل، يفضل ان البشاميل يكون خفيف. ليه يا عم الشيف؟ علشان المكرونه واللازانيا تستوي جوه صلصه البشاميل. انا مش هسلق اللازانيا في ميه مغليه، دي الف باء مطبخ وقصه فاشله. خلي بالك، تسلقيها هتتقطع منك وتتكسر منك وتفقدي جزء منها وتطلعش بالشكل اللي انت عايزاه بعد ما ترصيها في الكاسرونه. خليها سليمه زي ما هي واتجابها كده من عند الراجل. نشوف المقادير ولا ايه يا شباب؟ عايز امسك اللازانيا. طيب اللازانيا هنمسكها بايدينا كده ونبص عليها. اللازانيا بنشتريها موجوده عند البقال او في السوبر ماركت، انواع واشكال. انت تجيبي النوعيه الحلوه اللي زي دي كده، في منها الابيض وفي منها الاخضر. الاخضر واخد طعم السبانخ او الخضار بتاع الفلفل او لون اخضر مسموح به غذائيا دون تدخل في تفاصيل. سيبك منه، يعني هو بس شكل على الفاضي، بالطعم مش هتلاقيه يفرق كتير. فجيب البيضه الحلوه دي، بحبها ليه بقى؟ لانها لما بتشرب من السبانخ بتاخد طعم السبانخ، لما بتشرب من البولونيز صوص اللي هو اللحمه المفرومه بتاخد من طعم اللحمه المفرومه، لما تشرب من الفراخ اللي انا معصجها وعامل لازانيا بالفراخ بتاخد طعم الفراخ. انما لو جبت اللي هي ملونه دي هي ثابته على لونها، فخلي بالك جيب البيضه احسن. زي ما هي موجوده معايا كده، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. هنجيب الكاسرولة بتاعتنا اللي احنا هندخلها الفرن زي ما انت عايز. انا معايا دي ودي، بس مخرجنا والكاميرا والعدسه تحب الازاز. ليه؟ عشان عشان ايه؟ عشان يبين الجمال والصوره الحلوه. انما لو هتعملها في البيت، للامانه عشان اكون صادق معاكي، في البيت هنا معكيش مخرج، معاكي مين؟ جوزك. اعملها في الفخار، بتبقى شخصيه اللازانيا في الفخار اقوى من الكسرونه الازاز. شوف الصراحه والوضوح وصل لفين على الشاشه. معانا مين يا استاذه؟ يا مالك ازيك؟ الو يا مالك. ايه؟ عايز البس قميص اللبني. استاذنك وطي التلفزيون يا مالك عشان اسمعك يا حبيب قلبي. حاضر ثانيه. حبيب قلبي وحبيب والديك. ايوه انا عايز اصور طريقه البانيه. طريقه البانيه؟ حاضر، عينيا الاثنين. احنا نعمل لك البانيه ونيجي بيه لغايه عندك يا شطور. انت في المدرسه يا مالك؟ خلاص راح مالك؟ انا دلوقتي هعمل ايه؟ حلو. واكيد مالك في طلع من المدرسه بدري وطلع دلوقتي، نعرف بيخرجوا الساعه 2. طيب تعالوا مع بعض نعمل السبانخ اللي احنا هنعمل بيها اللازانيا. هتحطها سليمه ولا نيه ولا هتعمل فيها يا عم الشيف؟ في طاسه على النار، انا هعملها على طريقتي، ليكي طريقه تانية. واللي عنده وصفه تانية لعمل اللازانيا بالسبانخ ما عنديش مانع ان هو يتصل دلوقتي ويقول لنا، نتعلم منه. انا ما زلت بتعلم من حضراتكم. اللي عنده وصفة لعمل اللازانيا بالسبانخ يشرفنا بالاتصال
ويقول لنا تتعمل ازاي، لعل وعسى نتعلم منه. معايا بصل ومعايا توم ومعايا زبدة ومعايا زيت زيتون. حلو قوي. احط معلقتين من الزيت معاهم مكعبين من الزبدة. حلو قوي. ومعانا البصلية الحلوة بتاعتنا، معانا الفص التوم، ونسيبهم على النار يتعرفوا على بعض لغاية كده. دلوقتي احنا فاهمين ليه حطيت الزبدة، هل ممكن نستغنى عنها؟ للأمانة لا. لازانيا وباستا بيحبوا الزبدة، يحبوا الكريمة، حلو، يحبوا الدسامة. هنقلب البصلية الحلوة دي كده. لا الفراخ سيبها عايشة في الفرن، أنا مظبط لها كل حاجة وظبط درجة حرارة الفرن. يعني خلينا بعد 5 دقايق قبل ما نطلع الفاصل هفرجك عليها. البصلاية والتومة، عشان اللي جاي متأخر احنا عندنا صينية فراخ في الفرن مشوية، هنشوفها مع بعض دلوقتي. أدلع البصلة والتومة كده بتاعتي مع الزبدة مع البهارات بتاعتنا، أساسي فلفل أسود، شوية بابريكا حلوين، دي بريئة من الكمون الأكلة دي، نحط شوية كزبرة مش هتاخد كمون، السبانخ ما تحبش الكمون تحب الكزبرة، تحب الكزبرة الخضراء وتحب الكزبرة الناشفة. نقلب كده اهو، البصلاية خدت لون وخدت طعم. معايا عيني، حاضر حاضر اهو، بص عليها ودلعها، غزلها غزلها اهو. هناخد الروزماري ده نسقطه كده هنا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ فعلا يا مغازي الصوره تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى، حتى لو جوه النار جوه الفرن اهو. شفت الكاميرا جوه الفرن بتجيب لكم الصوره، يا بختكم. اه بصلايه، تومه، روزماري بحمرهم في قليل من الزيت والزبده، بصلايه خدت طعم، الروزماري ريحه المطبخ بتاعتك بقت روزماري، معايا سبانخ لطيفه، السبانخ دي هنزل بيها زي ما هي كده مش هكسرها، انا عايزها كده اهي. شفتي اهي اهو زي ما هي اهي. الله تتاكل نيه بجد. اه سلطة السبانخ دي معروفه مع عين الجمل مع خل بلسمك يا ولي، زيت زيتون، عصره ليمون، قلب البلسمك مع زيت الزيتون مع عصرة الليمون مع رشة فلفل، وحطهم على السبانخ دي بعد ما تقطعها وهي نية، تاكلي صوابعك وراها، عد صوابعك وانت بتاكليها. السبانخ زي ما هي كده مش هقلبها، مش محتاجة تقليب خالص. هنعمل ايه؟ معانا الغطا ومعانا شوربة الفراخ اللي احنا محضرينها ومجهزينها اهي. شفت الشوربة الحلوة دي كده؟ باخد منها مغرفة واسقطها هنا، كمان مغرفة بسقطها هنا، وكمان واحدة بسقطها هنا وغطيها. هنتفرج عليها بعد شوية، مش هنلاقي لها أثر. حلو الكلام؟ آه. ونحضر الكسرولة بتاعتنا اللي هنشتغل فيها، ونتكلم عن البشاميل بتاع اللازانيا. بشاميل اللازانيا بالذات لازم يكون خفيف وقوامه خفيف. نبص عليه أهو، ده عبارة عن حليب ونشا، ممكن حليب كامل الدسم أو قليل الدسم زي ما أنت عايزة، ونشا سوري ودقيق وزبدة وجوزة الطيب. حليب وزبدة وجوزة الطيب ودقيق، المقادير دي يا عم الشيف دولت بالظبط كده، 4 معالق من الدقيق معاهم 3 كوبايات من الحليب، بشرة جوزة الطيب أه زي الفل، ومكعبين من الزبده لتحمير الدقيق. بنزل بالبهارات، فلفل، انا مش بحب الفلفل الابيض مع البشاميل، بينزع الطعم بتاعه. يعني ايه بينزع الطعم؟ يعني الطعم مش بستلطفه، بحب الفلفل الاسود عموما، مع انه مش بيغير لون البشاميل، هو بيخليه باللون ده، بس انا من هواه الفلفل الاسود. في ناس بتحب الفلفل الابيض مع السي فود، انا مش بحبه. لما بحط اي توابل تانيه مع الفلفل الابيض بتضيع شخصيتها، بتنعدم. ادي الفلفل الاسود مع البشاميل بتاعنا. اه وخرجنا بيسال ما هي فوائد جوزة الطيب؟
فوائد جوزة الطيب رقم واحد بتدي نكهة للوايت صوص، ولكن الإكثار منها يؤدي للنعاس. خلي بالكم مشاكلها في إن هي لو كترنا منها بتخلي الواحد ينعس بعد الأكل، ولكن هي بتدي طعم للوايت صوص بالذات، وبتدي طعم حلو كمان للكوارع وللعكاوي والحاجات اللطيفة دي مع الحبهان. وعلى فكرة جوزة الطيب من غير حبهان يتيمة، حطيتي جوزة الطيب يبقى لازم حبهان. يا حودة ازيك؟ كويس. لا كويس دي من غير نفس، ايه اللي كويس دي؟ قول لي الحمد لله. الحمد لله. امرني يا حودة. عايز اعرف طريقة الكوكيز. طريقة عمل؟ الكوكيز. الكوكيز عينيا. حاضر. عايزه بالشوفان، عايزه بالفواكه، الشوكولاتة، بالشوكلت، قول لي عايزه ايه، بتحبه ايه يا حودة وانا اعمله لك. الشوكولاتة. شوكولاتة يا شوكولاتة. انت في سنة كام يا حودة؟ في سنة خمسة. وايه اللي طلعك من المدرسة بدري النهاردة؟ انا كنت بطلع بس بدري. ما رحتش؟ ها ازعل منك، راحت عليك نومة؟ السبانخ فيها الصوص، شايفين الصوص ده كده حلو اهو. الله. هنعمل الحوده ان شاء الله الاسبوع الجاي الكوكيز بالشوكولاته. اه شايفين السبانخ. الله. هنا بقى الكلام، السبانخ ما خدتش وقت، دابت. في حلين، يا اما نحط للسبانخ دي صوص طماطم وانا بحبها مع الطماطم، ده اختياري. عايزين نخليها زي ما هي كده، ماشي الاختيار ليك. هي لغايه كده دلوقتي تتاكل نوعين، اخواننا الشوام بياكلوها نوع من انواع المقبلات زي ما هي كده، تتحط في طبق وتبرد وتحط عليها شويه دبس الرمان ورمان مفروط وتتقدم طبق مقبلات، او يتحط عليها سماء بصله بالسماء، ده المطبخ الشامي. عايزه تعملها بالطماطم دخلت على المطبخ المصري، خلي بالك. اهو هنحط لها شويه طماطم، بلاش معجون الطماطم. اهو حلو اهو بقت يخنه السبانخ بالطماطم. الله عليك يا عم الشيخ. اهو الابداع واحنا شغالين. الكسرونه جاهزه، ناخدها كده. حضرنا السبانخ وحضرنا البشاميل ومعانا اللازانيا اللطيفه الجميله. تعالوا مع بعض نعمل كسروله لازانيا بالسبانخ. اول حاجه بحط بشاميل، انا شغالين زي ما انتوا حابين. انا يلا ادي مخرجنا بيقول لي تطلع فاصل، فاحنا حابين ان احنا نشوف الترتيب، بنطبق الشكل الثلاثي ده، لازانيا سبانخ بشاميل. اول حاجه حطيت بشاميل، ابدا احط اللازانيا اهي بالشكل ده كده. شفت ازاي؟ حلوه اهو، حلوه الرصه دي. تمام، واجيب كده حاجه اللازانيا واحده اكسرها واحط في الاطراف، ومعانا ايه؟ معانا سبانخ. اللهم صل على النبي. بناخد من السبانخ دي يا عم الشيف ونحط مع اللازانيا. ممكن تكون السبانخ دي لحمة مفرومة اهي، شفتي نازلة ميتها، ما تقلقيش. كل ده اللازانيا هتشربه، كل ده اللازانيا هتشربه. لأن اللازانيا دي محتاجة لسائل تستوي فيه. حلو الكلام. أوزع اللازانيا كده، السبانخ كده على اللازانيا. حلو الكلام. تمام، عشان اللي يقطع شريحة من اللازانيا يلاقي إيه؟ سبانخ وبشاميل. حلو قوي. معانا جبنة، بحط قليل من الجبنة، الجبنة اختياري اللي انت حباها، شيدر، بارميجان، رومي، انا بحبها بصراحة بالجبنة الرومي. نحط تاني بقى اللازانيا، اللي نحطها التاني نحطها العكس، شفت بقى الشقاوة؟ هو ده. احنا كنا بنحط كده ايه بالطول، هنحطها كده بالعرض. حلو. ونحط يا عم الشيف شوية بشاميل. حلو اوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. نشيل اللي وقع مننا ده كده. النظافه اهم حاجه. حلو. عشان الكسروله دي هنقدم اللازانيا فيها، حذار ان يكون فيها ايه اطراف. حلو الكلام. هنعمل ايه دلوقتي تاني؟ هنرص شريحه من اللازانيا بالعرض كده اهو، ونحط السبانخ اللي باقي عندي. شفت ازاي اوزعها كده بالتساوي مع الصوص بتاعها؟ اللازانيا هنا عايمه ما بين الصوص بتاعها اللي هي استوت فيه اللي هي الطماطم، وما بين البشاميل زي ما انا شغال كده. لسه ما خلصتش بقيه اللازانيا عندي.
واسقطها كده. اللهم صل على النبي. اهو كميه البشاميل اللي عندي بسقطها كده وادخل دي الفرن يا عم الشيف. بس لازم تغطيها يا امي، لازم تغطيها يا ست الكل، يا خالتي، يا عمتي، يا عروسه. ما تنفعش تحطها في الفرن زي ما هي كده، لازم دي تتغطى بورق زبده وورق فويل والاحكام جيدا في الغطاء، كانك بتعملي ورقه لحمه. ركزي معايا عشان تاخدي صينيه لازانيا تبقى انت احسن واحده في العيله بتعملي اللازانيا على طريقه الشيف المغازي اهو من غير ما تتسلق. معانا ورق زبده ومعانا ورق فويل. اهم حاجه لما تغطي حاجه لازم ورق زبده. اللهم صل على النبي. اهو الورقه دي حط عليها ورقه الفويل وكمان ورقه فويل كده وندخلها الفرن. فين مكانها في الفرن يا مخرجنا؟ تعالى مع بعض نشوف فين تتحط فين في الفرن. احنا معانا فراخ، خلي بالك الفرن بتاعنا عمران. نعم والله انت ابن حلال، سالت سؤال وجيه جدا. مخرجنا بيقول لي ايه؟ ما حطيتش بقيه الجبنه ليه؟ شفتوا التركيز ومدى التركيز للمخرج الجميل؟ السؤال ده حضراتكم المفروض كنتوا تسالوه وتقولوا وتتساءلوا وانتوا قاعدين، الجبنه دي ما اتحطتش ايه؟ في لازانيا في بتتحط لازم يكون على وشها جبنه، تاكلها في المطاعم على وشها جبنه. انا لو حطيت الجبنه دلوقتي مع اللازانيا هتنشف مني مش تبقى لطيفه. اللازانيا بعد ما تستوي واشيل الغطا من عليها واشيك ان هي استوت بنزل بالجبنه على وش الصينيه وادخلها فرن تاخد وش. اذا دي مرحله تانية ان انا احط الجبنه على وش اللازانيا. انا خدت زي ما هي كده ونحطها في ارضيه الفرن ونقول لها ايه؟ مع السلامه يا بيضه. بص على الفراخ بقى ودلعها، تستاهل. لازانيا صينيه فراخ مشويه في الفرن، الوجبه بتاعتنا والغدا بتاعنا اتعمل بالف انا وشفا. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن سامحوني اذا انا بجود كتير بتكلم كتير في الحلقة، ولكن أنا دوري إن أنا ريموت الكنترول اللي في إيدك ده أول ما تيجي الساعة 1 على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أنصحك توديه في آخر مكان في الأوضة أو في الغرفة أو في الشقة، انسيه خالص، خبيه لغاية لما الحلقة بتاعتي تخلص، عشان في حاجات مهمة ومعلومة غير معلومة وبتفاصيل صغيرة وبمقادير بسيطة جدا تقدري تعملي الوجبة بتاعتك. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف فراخ مشوية بطريقة بسيطة وسهلة تقدري تعمليها في البيت بكل التفاصيل. تقدري تقدمي معاها بطاطس بوريه، تقدمي معاها شوربة بطاطس، حاجات لطيفة وجميلة. ممكن تشوي فلفل جنبيها زي ما انت عايزة، ولكن هي معايا بصراحة لها إضافات مني، يعني أنا هجود عليها شوية. ممكن نشوي بطاطس، نشوي فلفل، نشوي بصل ونحطها جنبها، مفيش أي مشكلة. ولكن خلونا الاول نشوف شوربه البطاطس بالكريمه مقاديرها على الشاشه. بطاطس، كريمه لباني، بصل وتوم. المقادير على الشاشه، نعمل ازاي شوربه البطاطس. نعم اللازانيا في الفرن يا غالي، انا شلت من عليها الغطا ودخلتها الفرن تكمل سواها علشان احط عليها جبنه، جبنه موزاريلا، بشاميليات ومهرجان البشاميليات وعالم البشاميليات بيحب الجبنه الموزاريلا. المقادير على الشاشه، شوربه البطاطس بالكريمه. هناخد البطاطس دي يا عم الشيف نقطعها ونحطها في قلب الحله، وعندي شوربه فراخ. الله الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ هو ده شوربه الفراخ اهي اللي كانت معانا من شويه. بصفيها كده اهو. الله، الطعم يا امي من بين اصابع ايدك العشره. كفايه حلو. وبحط على الشوربه دي، شوفي بقى التركايه دي، شويه حليب. يا مزاجك يا شيف، بس خلاص. وتعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي شوربه البطاطس. ادي البطاطس، نقطعها كده، عايزه تستوي بسرعه، ولكن انا عايز اعملها لك النهارده بطريقه جديده للامانه.
ايه الطريقه الجديده يا عم الشيف؟ هنمسك البطاطس كده شفتوا ازاي؟ هو ده مهم جدا. عايز دينا كمان؟ انا عارف والله انت عايز ايه حبيبي. خرجنا انت بتحب السبايس، حطوا لك انا فلفل سبايس عشان انا من النوع اللي يحب اريك انا. هو ده مهم جدا. ولكن تعالوا مع بعض نشرح حاجه مهمه جدا. شوربه البطاطس الحلوه دي كده انا بعملها دلوقتي بطريقه جديده خالص. معروف عن شوربه البطاطس دي ان هي بتتعمل بوريه، يعني تنضرب. حلو، شفت البطاطس متقطعه ازاي؟ اهي اهي زي ما هي كده. وسقطها فين يا عم الشيف؟ هنا. الله عليك، اهي حلوه. تقطيع الرفيعه دي مع تسويه البطاطس، في منها اللي بيتكسر، في منها اللي بيتهري نتيجه ان هي تغلى على النار، وفي منها اللي بيتنه سليم. فانا لما اجي اشرب شوربه البطاطس استطعمها. نقطعها ازاي كده تاني؟ رفيعه خالص كانك بتقطعها ايه؟ شيبس. شفت التقطيعه دي؟ حاجه جديده كلنا بنشربها في الفنادق والمطاعم، متعودين ان احنا نشربها عامله زي الكريمه. باخد البطاطس كده زي ما هي، شفت ازاي؟ واخد تقطعها كده بالسكينه تنزل معايا كده. الله. على فكره ممكن تقليها كده تبقى لطيفه، تحطها جنب لحمه مشويه. الله. ونسقطها هنا. شوربه جديده دي. حلو، لسه ما خلصتش انا الشوربه دي، لازم اعملها بمزاج. حلو تاني. كمان واحده شويه، دول نقطعهم كده. شفت التقطيعه دي؟ نعم يا غالي. لا انا مش عايزها مكعبات، انا عايزها بالشكل ده كده. مكعبات مش هيبقى شكلها حلو بعد ما تستوي. وخلي بالك البطاطس تقطعيها والشوربه على النار، لانك لو سبتها متقطعه بالتقطيعه دي هتسود منك، مش تبقى لطيفه خالص. الشوربه دي هتخلص في 5 دقايق. اخر بطاطسيه معايا كده عشان حضراتكم تشوفوها، اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. باخدها كده باسسها، بعمل لها قاعده اهي. حلو، واخدها كده اهو. شفت انا ماسك السكينه ازاي؟ تسلم ايدك. بعد التقطيعه دي كده بجيبها كده واجيبها رسوم كده على بعض اهو بالشكل ده كده، وانزل عليها بالسكينه كده اهو. رفيع جدا اهي. شفت؟ حاجة جديدة اعمليها كده وفاجئ بيها جوزك وولادك. ايه يا ماما اللي انت عاملاه ده؟ دي شوربة بطاطس يا ولاد. شفت النهارده الشيف المغازي على القناة الأولى من أقل حاجة وبأقل تكلفة، والحاجات اللي موجودة عندنا في المطبخ والحاجات اللي موجودة في التلاجة بيعمل منها العجب. يا سلام لو عندك بقى صدر فرخة بايت من امبارح، كنت عاملة ملوخية للأولاد وصدر فرخه يتيم كده في الثلاجه مش لاقي حد ياكله، تطلعيه وتقطعيه نفس التقطيعه دي وتحطيه كمل سواه مع البطاطس دي، هتدعيلي تبقى شوربه البطاطس بالفراخ. الله، خد الحته اللي جايه دي كمان هتدعيلي برضو. عندك حته بسطرمه حلوه، كنت عامله بسطرمه بالبيض للولاد امبارح، وعندك شريحتين ثلاثه بسطرمه، هتاخديهم وتقطعيهم وتحطهم مع البطاطس دي تبقى شوربه الفراخ بالبسطرمه. اوعى وشك، ابتكار طهوي. وحقوق الطبع لدينا وبس. هنروق الدنيا دي كده عشان نعمل الطشه بتاعه الايه؟ الشوربه. بجد يا شيف هي دي فته ولا ايه؟ خليك معايا للاخر. هنعمل لها ايه؟ طشه. طشه عباره عن كزبره خضراء، تومه، مكعب زبده، كريمه اللبان اللي معانا، واحنا واقفين مع بعض كده بنتسلى. نقلب الشوربه دي ونشوف اخبارها ايه؟ اهي. عبارة عن شوربة الفراخ اللي كانت معانا من شوية، حطيت عليها حليب. الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ أول مرة أشوف شوربة بالشكل ده كده. طب هي تنها خفيفة كده يا شيف؟ اصبر على رزقك. بطاطس دي سهلة التكسير،
هتدوب دلوقتي، هتلاقي منها المتكسر وهتلاقي منها السليم. نقوم بنشرب الشوربه كده نستطعم ان دي شوربه بطاطس. اهو نسيبها على النار زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ طاسه ونعمل طشه كده سريعه مع بعض عشان وقتنا قرب يخلص. من غير الطشه دي الشوربه دي مش تبقى ظابطه. ادي النار الشديده بتاعتنا فيها مكعب من الزبده، ما نكترش زبده عشان هنا عندنا الشوربه دسمه. حلو الكلام. بحط على الزبده دي فص ثوم. خلينا نشوف اللازانيا مع بعض ايه الاخبار. فص الثوم ده كده ونطلع اللازانيا بتاعتنا. ايه الاخبار؟ بص على اللازانيا وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اهي اللازانيا هنطلعها كده ونحط على وشها الجبن. بص عليها يا غالي. اهي هاخدها معاك كده واحنا واقفين. اه شوف اللازانيا خدت لونها اهيت بالشكل ده كده. اه شفتوا المصداقيه؟ اه هناخد كده. طالما اللازانيا نشفت من فوق كده اعرف ان هي استوت. هنحط الجبنه كده. حلو. واحنا حاطين جبنه في النص خلي بالك. اه وانا بحب الجبنه الرومي المبشوره مع السبانخ ومع الرقاق بيبقى لها طعم تاني. واخد اللازانيا تاني ادخلها الفرن. خلي بالك تاخد ايه؟ لون. اه الجبنه تسيح بس. اه هسيبها مفتوحه. بص على اللازانيا بعد ما حطينا الجبنه الموزاريلا في المرحله التانيه من الطهي. عندي طبقات من اللازانيا، البشاميل، السبانخ، جبنه موزاريلا على الوش. تعالوا نعمل الطشه بتاعه الشوربه بسرعه. اه طاسة على النار فيها تومه، بخلي دي هنا كده. حلو. معانا كريمه لباني، معانا شويه كرفس، دي مهمه جدا الطشه دي بتاعه الشوربه. اهي شفت التومه دي مع الزبده. الله. اهو ما ينفعش احط توم ني مع شوربه البطاطس. اه حلو. وانزل بالكرفس. الله على الريحه. هو ده البهارات بتاعتنا، شويه ملح شويه فلفل اسود وخلاص. وانزل بالكريمه اللباني. يا ويلي ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. هناخد الخليط ده يا عم الشيف زي ما هو كده. ركزي معايا يا امي. اه الله ايه الحلاوه دي. دي شوربه البطاطس على طريقه الشيف المغازي. نغرفها مع بعض. يلا بينا. اهي مكانها هنا. اهم حاجه وانت بتعملي الشوربه حط في الاعتبار حاجات كتير قوي، انك تعمليها للاطفال، للكبار السن، لكل افراد العائله. اه ناخد الشوربه الحلوه دي كده. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. آه. زي ما قلت لحضراتكم عندك شويه فراخ، صدر فرخه. اه عندك الهوت دوج او السوسيز اللي احنا عارفينه ده كده، تقطعيه في قلبيها تبقى لطيفه وجميله. اه وحقوق الطبع لدينا وبس. ما تاخدش وقت كبير في السوى لان التقطيعه دي لوحدها كده خمس دقايق على النار استوت. الطشه بتاعتنا تومه، زبده، كزبره او كرفس، البهارات بتاعتنا الجميله. نزلنا بشويه كريمه لباني. كريمه لباني هنا اختياري، يفضل كريمه لباني. الف هنا وشفا. ادي شوربه البطاطس. نطلع اللازانيا بتاعتنا من الفرن عشان وقتنا خلص. ايه الاخبار؟ ساحه الجبنه. اه ولكن للامانه وللمصداقيه اللي احنا متعودين عليها على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم، اللازانيا دي عايزه كمان خمس دقايق في الفرن. يدوني خمس دقايق وتشوف اللون الذهبي. عيار 21 24. حلقتنا النهارده ببساطه، سهوله، مرونه. عملنا فراخ مشويه بطريقه بسيطه وسهله مقدمينها لحضراتكم. عملنا شوربة البطاطس بطريقة جديدة بتعجب الأولاد والكبار. عملنا لازانيا جامدة جدا بالسبانخ مع جبنة موزاريلا مع الطعم والفليفر والخبرة الطهوية. يعني نقول في نفس واحد رؤية، فن، إبداع. بنشوفه كل مع شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.
We'll be right back.